بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن إزاي نعمل خطوات عمل البحث وتقديمه للمنصة الإلكترونية. طبعا إحنا عارفين إن الأيام اللي فاتت بسبب الفيروس والمشكلة اللي عندنا فيه، وإحنا عايزين نحد من الموضوع ده، فإحنا خايفين على أولادنا، فهنا هنتابع العملية التعليمية عن طريق المنصة الإلكترونية. طبعا ده معناه إن هنا هنبدل الامتحانات بهذا البحث عشان الطالب يقدر يتنقل لمرحلة تانية، لأن المناهج هنا مترتبة على بعض، مش هينفع إن الطالب يروح مرحلة جديدة دون إن هو يكون فعلا اتعلم من المرحلة اللي هو كان فيها. طيب إزاي هنعمل البحث؟ طبعا هنا بيقوم مدرس الفصل باختيار مجموعة من الطلاب لا تزيد عن 5 طلاب، ده بعد إن المدرس بيكون عامل فصل افتراضي للطلاب، ممكن يعمل أكتر من فصل. طيب بيقوم المدرس باختيار المجموعة من الطلاب باختيار موضوع البحث المقرر على الطلاب، وبعد كده بيقوم الطلاب بالدخول على بنك المعرفة وجمع معلومات عن موضوع البحث. طبعا لكل مادة مدرس وكل مادة بحث، والبحث عبارة عن 4 أسئلة. ال4 أسئلة هنا الطالب هيحلهم ازاي، هيجيب معلوماته منين. طبعا لازم هيخش على مكتبة بنك المعرفة، وهي طبعا ليها موقع موجودة. طبعا بنك المعرفة هنا فيه 14 سنة دراسية، فيه 14 سنة دراسية، هيختار السنة الدراسية المرحلة اللي هو عليها، الصف الثالث الصف الرابع، ويبتدي هنا يبحث عن موضوع البحث ويقدر يحل بيها الأسئلة. بعد كده هنا المعلم بيقوم بتقديم، بعد الطالب ما يقدم البحث بيقوم المعلم بتقييم هذا البحث ورفعه للمنصة الإلكترونية. طيب المنصة الإلكترونية اللي هي أدمودو هي منصة كبيرة تعليمية، عايزين نعرف احنا هنخش لها منين. اولا هو الموقع فعلا بالفعل فتح، طيب هنفتحه من هنا عن طريق جوجل كروم. احنا بنخش عن طريق جوجل كروم، انا هنا استخدمت الموبايل عشان لما هستخدم الموبايل اسهل، لان مش كل البيوت فيها كمبيوتر، مش كل البيوت فيها لاب او تابلت، فبالتالي هنا الموبايل متوفر، اكتر حاجة متوفرة في ايدينا الموبايل. فهنخش ازاي؟ عن طريق جوجل كروم. بتظهر لي الصفحة دي، في هنا المعلم والطالب ولي الأمر، يعني مفروض ولي الأمر هيسجل، المفروض المعلم هيسجل، المفروض الطالب هيسجل. مثلا نشوف هنا صفحة الطالب، اهو صفحة الطالب بيكتب الاسم الأول، اسم العائلة، رمز الصف، الصف بتاعه، الايميل طبعا بتاعه، وكلمة هنا الكود او الرقم السري. طبعا ممكن كل طالب يسجل لوحده، وفي طريقة تانية ان ممكن المدرسة بتسجل كل الطلاب بكود واحد، او المعلم بيسجل الطلاب. يعني بالنسبة للطالب قبل ما تسجل انت هترجع للمدرسة او ترجع للمعلم، ممكن هو المعلم، على اساس ان في كذا طريقة، 3 طرق لتسجيل الطالب، ممكن الطالب هو اللي بيسجل، او ممكن عن طريق المعلم او المدرسة ككل ويبقى ليها كود. تمام. طيب نرجع هنا نشوف صفحة ولي الامر، هنا برضو ولي الامر بيكتب البريد الالكتروني بتاعه، الايميل، والرقم السري لكلمة المرور، ويبتدي هنا يدوس تسجيل. فيبقى هنا سواء الطالب او المعلم او ولي الامر داخل المنصة الالكترونية. بالنسبة للمعلم هنا هي صفحة المعلم، طبعا بيخش المعلم برضو بيكتب الايميل الخاص بيه ورقم الكود، وبيبقى فيه ممكن ان هو يدخل صفحة شخصية ليه، وهيختار الصف، هيتم اختياره الصف اللي هو عاوز يدرس فيه، والفصول الافتراضية اللي هو هيعملها ويبتدي يسجل فيها. طبعا هنا هنبتدي كلنا نسجل. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.